Hello, dear family. أهلا بكم يا عائلتنا في كل مكان في العالم. إحنا فرحانين جدا ومشتاقين للاجتماعات اللي جاية اللي هتحصل من خلال 4 اجتماعات لغاية عيد المزار. إحنا في موسم شاعرين إن حضور الرب يريد أن يزداد على الأرض، على كوكب الأرض أكتر من أي وقت فات. الرب لم يترك الأرض، الرب حضوره كان دايما متواجد في الأرض، لكن هو يريد أنه يزداد حضوره في الأرض، لأنه الأرض دي هي ميراثه وعايز يعيد الميراث ده ليه. فكر لو شخص بيمتلك بيت عمره ما هيسيب البيت ده، حتى لو البيت ده اتبهدل وخرب من حرب أو من عواصف، هيتأكد وهيعمل ما في جهده إنه يعيد ويسترد البيت ده. تخيل يسوع بيفكر إزاي وهو بيبص على الأرض في وقت كان فيه أمور وضغطات سياسية. حتى في الوقت اللي يسوع فيه كان على الأرض مع تلاميذه في وسط ضغوطات سياسية اللي كانت حاصلة، لأنه هناك طريق آخر للملكوت، طريق نكون فيه ملح ونور وأن نعطي حب لكل من يحتاجه. فتعالى انضم معنا من وقت إعداد لكي نرحب بملكنا.